يا اهلا وسهلا، حياكم الله متابعين وربع نت من جديد. اخوكم عبد العزيز، واليوم جاي صورتكم سيراتو 2023 فئه الفل كامل. ناخذ لها نظره على السريع ونتعرف على اسعارها وايضا وش الفئات المتوفره، ونشوف السياره كيف سنه 2023، هل غيرت فيها شيء او لا. يعطيكم العافيه. وقبل ان نبدا كل عاده، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مع المربع نت. ويلا نبدا سيراتو 2023. وهذه سيراتو 2023 قدامكم، هذه اعلى فئه، هي فئتين، والتغيير الجوهري اللي بين الفئتين الستاندر والقدامكم هو المحرك هنا 1.6 لتر، والستاندر 2000 سي سي. صراحه ما ادري ليش حاطين 2000 في الستاندر، ولكن علموني انتم، انا صدق ماني فاهم. عموما عندنا فتحات مرور هواء هنا عشان نزيد الانسيابيه، عندكم عدسه واحده موجوده في الناره، وال 3 دي هذا الجميل موجود على الاسطبل الامامي، خشم النمر موجود لا زال، والشبك اسود مو بلماع مره، بلاستيك باين، لكن اعطي منظر جميل. هذه هي الوجهيه. خلينا نروح للجانب. عندنا جن 16 موجود معها، ما شاء الله اليوم بزرين في المكان. شكل جنط. طبعا عندنا فتحه السقف موجوده عاديه، وهذه هي من الخلف. حبيت اولع الناره واشوف هل هي متصله او لا، ولكن ما هي متصله زي ما شايفين. في كاميرا واحده موجوده، نشوف في زر فتح الشنطة ولا ما في. خلينا نشوف المفتاح. والشنطة يدوية، لازم شفتوا إذا مكان مستقيم أو يعني فلات راح تفتح معك بشكل سريع. تقدر من هنا تفتح أو تنزل المراتب الأمامية الخلفية، عفوا الصف الثاني، يتبي زيادة مساحة. نشوف السفير جنب كامل ما شاء الله. يلا خلينا نروح داخل كيا سيراتو ونشوف وش المواصفات الداخلية. لكن قبل ما نروح خلينا نصور المحرك. هذا هو المحرك، محرك زي ما قلنا 1.6 لتر، يولد 123 حصان مع جير مكتوب IBT انفينيت فايربل ترانسميشن، يعني جير لا نهائي. ما ادري ايش الفرق بينه وبين السي بي تي، علموني يا شباب. انا يبدو لي انه نفس السي بي تي لكن المسمى مختلف، ذاك سي بي تي هذا IBT. ف شباب تقنيين علموني ايش الفرق بينهم. طبعا حاطين لك الغطاء هنا كانه كاربون فايبر 1.6. ليش ما يحطوا له فيس اس تي؟ انا ما ادري صراحه، ولكن هذا اللي متوفر معها. خلينا نشوف صرفيتها. صرفيتها صراحه جميله. اللتر مشي 16.6 كيلو. بسم الله. خلينا ننتقل الى داخل سيراتو. طبعا دقيت سويتش بس ما شغلت سياره عشان احنا داخل معرض، بس حابب نتعرف عليها سوا. مثبت سرعه موجود، تحكم صرفيات موجود. بسم الله. دريشن نزول كار اوتوماتيك بس حق تسائق، الباقيين كلها اوتوماتيك عادي، بس حق تسائق اوتو نزولا بس. طاره ما هي جلد عاديه، ارباجين بس موجود سائق والراكب. وهذه الشاشه ب خلينا نقول السيستم حكيه بشكل عام، اللي اشوفه جميل صراحه. فيها اكيد ابل كار بلاي اندرويد اوتو. لحظه لازم تشبكها في اليو اس بي اللي هنا موجود. عندنا 12 فولت 2 يو اس بي 1 درايف مود موجود هنا. خلينا نشوف شيء ايكو. هذه سبورت سو فوكس ايكو سبورت بس ونورمال. في بالشاشه القبله. اللي حاب يشوف سياره مستعمله او جديده منها يقدر يشوف تطبيق مستعمل وتصفح التطبيق، ويقدر يشوف كل السيارات هناك مع اسعارها. وضع الصامت حق الاطفال ما شاء الله حتى هنا موجود. عرفت وضع الصامت ولا عيده؟ وضع الصامت تفصل كل السماعات، تخلي السماعات الاماميه هي بس اللي تشتغل. انارة السقف اللي دي، وهذه فتحة السقف. خلينا نسوي زوم اوت معلش. السقف عادية، قاعد قماش عادية، جنط يدوي، هذا الجير مع الشفت موجود، حتى التكييف مسوينها زي الطيارات. تراكشن الريسيت حق الكفرات. حسبت ادرت معلش. هذه هي تحكم تكييف يدوي. وانا زي ما قلت لكم هي فئتين بس، وهذه الفئه الاعلى. كاب هولدر. خلينا نشوف ورا ايش فيه. وهذه من الخلف. ضبطت الكرسي على طولي. بسم الله. خلينا نشوف المساحة.
يعني ما اتوقع كثير من سيارة صغيرة، ولكن يعني في مساحة حليلة. خلينا نشوف الراس، يعني حليلة. نقول 176، عندنا المكيف موجود، شاحن يو اس بي واحد موجود في الخلف، ما في جيوب خلف الكراسي. هنا كاب هولدر موجود، ما في شيء يعني يذكر، بس هذه اللي يهم التكييف موجود، مكيف في الخلف. بالنسبة للسعر يا شباب، شامل ضريبة ب 90,848 ريال سعودي، زي ما قلنا شامل ضريبة واللوح. بحطكم في الشاشة هنا سعر الفئة الثانية اللي هي الستاندر للسيراتو 2023، اعطوني ايش رايكم فيها. إذا أنت مالك واحدة من سيارات سيراتو اكتبوا في التعليقات ايش رايك فيها. طبعا سألتهم عن الهاتشباك، ما هي موجودة الهاتشباك سنة 23، ما أدري هل هي مقطوعة أو ما راح تجي نهائيا. يعطيكم العافية على حسن المتابعة، تسلم لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل كل جديد من عروض بلد. ولا تنسى تشير المقطع مع أي أحد حابب يتعرف على سيراتو 2023. أشوفكم على خير، مع السلامة.